ما هي تنبؤاتك للمستقبل في العراق، للمستقبل المناخي في العراق؟ أنا متشائم جدا إذا ما إذا بقت الوضعية مع القطاع النباتي هكذا، جدا متشائم. يعني كرأي شخصي كمنبئ جوي بالألفين وثلاثين لا يمكن العيش في بغداد وفي جنوب العراق. إذا لا يمكن العيش، يا أزواج راح يبقون، يا طفل اللي راح يكبر بالعراق. لا وعد وين أكون نسوان أصلاً، حتى كل من يقولها روح البيت شواني أروح الحالي وأنت خلاص. هم هسه الشباب. يعني دكتورة هذه مصيبة. هسه أختي العزيزة هم هسه الشباب كلها أني أسافر على المدرج أعيش يعني، وكل من عاف عائلته وخلاص. فإذا يسمعون كلامك اليوم ما راح يبقى لا ولا واحد، كله راح يتهاجر. لازم يكون صريحين بهذا يعني الموضوع حتى نجد خلاص. يعني بغداد وبقية محافظات في جنوب العراق غير صالحة للعيش.